السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم كسيدتي مع مريم. معكم مريم، واليوم إن شاء الله في إطار الحلويات الرمضان، الحلويات الرمضانية، رمضان كريم، في إطار حلويات العيد غادي نقدم لكم واحد الحلوة كتجي لذيذة بزاف والمذاق ديالها رائع جدا. حلوة غريبة المعلكة كتدوب في الفم وأكيد غادي تعجبكم. المكونات سهلين ومتوفرين في البيت. اليوم غادي نديرو فيها مكون جديد اللي ما ملفينش كنديرو في غريبة الغريبه ديال المعلكه. هذا المكون غنقول لكم هو الاخير. مهم، اول حاجه كنحتاجوها هو نصف كيلو ديال الكاوكاو او الفول السوداني. بالنسبه للناس اللي من الدول العربيه فغادي نخلي لكم المقادير باللغه العربيه في صندوق الوصف مع طريقه التحضير. غادي نحتاجو نصف كيلو من الفول السوداني ولا الكاوكاو، كنحمروه. انا هنا حمرته في الفران، في الفران ديالي حمرته وطحنته بالقشور ديالو، يعني كنحيدو منه غير شويه ديال القشور، واللي بقى لينا فيهم القشور ماشي مشكل كنخليوهم وكنطحنوه بهذا الشكل. خاصكم تطحنوه يعني يجي شويه منيل في الطحين بهذا الشكل. غادي نحتاجو الكاس ديال الزيت. الكاس ديال الزيت هو كاس ديال العنبه، غتجيكم واحد 150 مللتر الا عبرتوها. غنحتاجو كاس ديال السكر سنيده، ما بغيتش نكثر السنيده في هذه الحلوه باش ما تجيش حلوه بزاف. غنحتاجو كاس فقط ديال السكر سنيده المقدار ديال واحد 125 غرام. وفي المكونات ايضا غنحتاجو 3 ديال البيضات، وغنحتاجو السكر كلاصي اللي غنحتاجوه في التزيين ديال الحلوه، والمكون اللي قلت لكم عليه هو النخاله هي اللي غادي نحتاجو في هاد الحلوه. النخاله غادي تاخذوا النخاله عندكم اللي كتكون غليظه بهذا الشكل، وكنحمروها حتى هي حمرتها في الفران، ما تخليوهاش حتى تحرق، ردوا ليها البال ملي تكونوا كتحمروا فيها لان هي كتحمر بسرعه باش ما تحرقش لكم. تقدروا تحمروها في الفران كما يمكن لكم تحمروها في المقلاه. غادي نحتاجو نصف كيلو محمره بهذا الشكل. غادي نبداو الان يعني طريقه تحضير هاد الغريبه اللي كتجي ساهله ودغيا كتحضر. بسم الله، غادي ناخذ البيض هو الاول نديروه. انا درت هنا 3 البيضات لان البيض عندي كبير. الا كان البيض عندكم صغير ديروا 4 ديال البيضات. الا بغيتوا ديروا كيلو من هاد الحلوه فغتضاعفوا المقادير. انا تقريبا يعني درت نص كيلو كاوكاو، نص كيلو من نص كيلو كاوكاو ونص كيلو من النخاله، ولكن تقدروا ديروا مثلا كيلو 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 كيلو، غتخرج لكم كميه كبيره بزاف. المهم غنخلط بيديا كما كانوا كيديروا موادنا شحال هذه. غادي ندير السنيده، غادي نضيفها البيض وغادي نضيف الزيت بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، وغنمزج هذه المكونات يعني مزيان كما كتلاحظوا. فيها مكونات بساطين بزاف وكتجي لذيذه الصراحه. صافي، دابا غادي نضيف الكاوكاو. ما قلت لكم فخليو له القشور ديالو مني تكونوا خليو له القشور ديالو مني طحنوه بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. الان غادي نبدا نضيف النخاله بشويه بشويه. كتبداو تضيفوا النخاله بشويه بشويه، هي حنا كنحتاجو نص كيلو ولكن كتبقاو تضيفوا بشويه بشويه حتى كتبان لكم العجينه تجمعات. حاولوا ما تحمروش النخاله اكثر من القياس باش ما تجيش كحله. الا جات كحله غتجي يعني يجي المذاق ديالها مر في هذه الحلوه. المهم خلطوا بحال ما هذا الشكل بحال كتعجنوا هذه المكونات مع بعضياتهم. هاد الشكل دونك كنحتاج، شفتوا واخا حمرت نص كيلو فراه ما احتاجيتش نص كيلو كامل، داكشي علاش قلت لكم غتبقاو تضيفوا غير بشويه بشويه النخاله. غادي نزيد واقيلا بان ليا غير شويه غادي نزيدو باش تزيد الجمع وصافي. هادشي اللي غادي نحتاج. وتقدروا الا بغيتوا تضيفوا واحد المعلقه ديال الكونفيتور لهاد الحلوه. الا بغيتوا تزيدوها كتقدروا تزيدوا معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش ولا اللي بغيتوا نتومايا. صافي، هذه هي العجينه ديالي. ملي كتبدا عندكم هكا كتلصق كتولي هكا كتجمع فكتكون هذه يعني هذا هو القوام المناسب لهاد الغريبه.
غادي ناخد الماء ديال الزهر باش غادي يعاوننا باش نشكلو كويرات، وغادي ناخدو سكر كلاصي. سكر كلاصي خاصكم تشراو سكر ناعم، يعني يكون ذو جوده عاليه، ما تشريوش ديال العبار، شريو اللي كيكون في الباكيه. المهم انا عندي الباكيه ديالو ما عرفتش شنو السميه ديالها، دابا نقلبها ونقول لكم السميه ديالها. كدهنوا يديكم بشويه ديال الماء زهر بهذا الشكل وكتحاولوا تشكلوا كويرات. في هذا الاثناء فانا درت الفران يسخن، كنديروه من التحت ومن الفوق يسخن. غنشكل كويرات بهذا الشكل وغادي نديرهم في سكر كلاصي. حاولوا يعني هاد الكويرات ما توركوش عليهم، خليهم واقفين بحال ما هاد الشكل، وغادي نحطهم في صينيات الفرن. يعني غنبقى نكمل بنفس الطريقه، ديروا الماء زهر باش ما تقبضش لكم في يديكم العجينه، وبقاو تحطوا في سكر كلاصي. وضروري سكر كلاصي نوعيه جيده، ولا كانت فيه بحال مثلا الا لقيتوا السكر كلاصي فيه دوك الحبيبات ولا دوك الكويرات، حاولوا تغربلوه، غربلوه عاد خدموا به، حيدو منو هذوك الكويرات. من الافضل تختاروا ذو جوده عاليه باش كيلصق على الحلوه، وملي كتشقق يعني كيبان الشكل ديالها زوين. دابا انا غادي نستمر على نفس العمليه حتى غنكمل هذه الكميه اللي عندي ديال الحلوه. ملي غنسالير غنقول لكم شحال من حبه خرجت ليا، بالنسبه للناس المهتمين بشحال من حبه كتخرج الحلوه غنقولها لكم. واحد الحاجه نسيت ما قلتهاش لكم، انني راه درت فيها كيس ديال خميره الحلويات، ما صورتهاش لكم في الفيديو. راه درت فيها كيس ديال خميره ديال الحلوه مقدار 7 غرام. يلا هذه هي الحاجه اللي ما قلتش لكم في الفيديو، تقطعات لي وما صورتهاش. كيسحب لي صورتها ولكن انا راني ما صورتهاش. كيس ديال خميره الحلوه مقدار 7 غرام، والمقادير راه غنكتبهم لكم بالتدقيق في صندوق الوصف، غادي تلقاوهم كاينين. وغنستمر على نفس العمليه، ندير الكويرات ونديرهم سكر كلاصي وندهن يديا بالماء زهر ونكمل. هالحلوه بعد ما شكلتها غادي ندخلها للفرن. بالنسبه للفرن، الفرن في الاول انا سخنته على درجه حراره 320، يعني كتسخنوه مزيان، كتجهدوا الفران ديالكم مزيان حتى كيسخن. ولكن ملي كتبغيو تدخلوا الحلوه للفران فكتنقصوا له الحراره، يعني خليو غير واحد 150 ولا 200 صافي هي اللي تخليو، اولا نقصوا الحراره الا ما كانش عندكم العبار، نقصوا الحراره مزيان وعاد دخلوها لها. مهم يكون الفران سخون والحراره اللي غطيب عليها تكون ناقصه. علاش؟ لان عندنا كاوكاو طيب، عندنا النخاله حتى هي طيبه، غير البيض غيطيب وغتشقق لنا الحلوه وغنخرجوها، ما كتحتاجش وقت بزاف الطياب، تقريبا واحد 10 دقائق فهي كافيه. هذه هي الحلوه ديالي بعد ما خرجتها من الفرن، خدات معايا 10 دقائق بالضبط في الفران. كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالها زوين، كتجي مشققه. نصيحه مهمه، ملي تخرجوها من الفران خليوها حتى تبرد عاد حيدوها، حيت ملي قبل ما تبرد كتكون مازال كتقدر تخسر لكم الحلوه الا بغيتوا تحيدوها. خليو حتى كتبرد اللاطه مزيان عاد كتبداو تحيدوا الحلوه ديالكم. المهم انا نوريكم الشكل، نقربوا الكاميرا ونوريكم كي كتجي معلكه من الداخل ورطبه وزوينه ولذيذه، والشكل ديالها زوين، من داكشي اللي زوين كامل كيجي فيها. هادشي اللي بغيت نقول لكم. دابا عاد غنقدر نحيدها بكل سهوله، ما غنحيد اللي لاصقه، غنحاول نحيدها من عاود نهزها باش بلا سباتول نهزها. شنو كنت باغا نقول لكم؟ في الفران ردوا لها البال مزيان باش ما تحرقش لكم، حيت السكر كلاصي الا مشات تشد في اللاطه وتحرق لكم غتجيكم محروقه من التحت. ضروري ما تردوا لها البال مزيان ملي تكونوا دايرينها في الفران باش ما تحرقش لكم.
كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي قدمت لكم اليوم، حلوة المعلكة بمكونات سهلين، وكيجي الشكل ديالها كما كتشوفوا رائع جدا. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفة اللي قدمت لكم اليوم، وديروا جيم لهذا الفيديو تبارطاجيوه باش يستافدوا منه ناس كاملين. شكرا على التتبع ديالكم، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد الفيديوهات اللي كنحطها بشكل يومي على القناة. ان شاء الله خلال هذه الايام غنحط لكم العديد من الحلويات الخاصة بالعيد. شكرا على تتبعكم، تقريبا يوميا غنحط لكم حلوى خاصة بالعيد بشكل جديد وبفكرة جديدة. شكرا على تتبع ديالكم، وشكرا على الوفاء ديالكم، وبسلام عليكم، ونشوفكم فيديو جديد بإذن الله.